1-0 أمام فريق مس كرمان الفريق الإيراني يعني للدوري السعودي لكرة والسيزر دي سوزا تشكيلة نادي الأهلي لمصلحة نادي الهلال. لدينا هدف إذا بالنسبة لنادي الهلال. الزعيم يتقدم الجماهير التي تنتظر النقاط الثلاث. لكن الفريق يلعب أمام الهلال مش أي فريق أمام الهلال. كرة القدم الأهلي طبعا الفريق الذي ينافس الهلال فاز بأربعة أهداف نظيفة في دوري أبطال آسيا في عام 2000. كرة إذا تعود من جديد في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. هنا العرضية منقولة تسديدة قوية المباراة لمصلحة نادي الأهلي. تعود إذا مرة أخرى لصالح الأهلي. يجب عليه أن يفوز في كل المباريات القادمة. هنا محاولة تأتي لمصلحة الأهلي تلعب الكرة من جديد انطلاقة سريعة والسقوط تحديد. يعني هذا الموضوع قال لو ألعب مع الأهلي 10 مرات. الكرة إذن إلى ركلة إرزاد. الخطأ ينفذ الآن والكرة الكرة إذن تعود من جديد في الجهة اليسرى لصالح باتجاه لاعب أحمد خليل. لكن التدخل تنفذ إذن. هنا محاولة إذن خطيرة لصالح نادي الهلال الأول بهدفين. الأهلي كذلك متقدم من الشوط الأول مش متقدم مسجل هدف من ملعب المباراة. محاولة المرور العرضية ملعوبة. الكرة تتحول لخارج في اللعبين. رادوي ينقلها إلى الأمام.